وعماري الشرقية، وأكيد مشاهدينا رجعنا لكم من جديد ونتكلم اليوم كيف تتأقلم المرأة مع كل الظروف اللي تواجهها سواء المونديال أو غير المونديال. للحديث أكثر حول هالموضوع معانا من يتحدث، لكن اليوم ما راح ينومنا مغناطيسيا، الدكتور زهير خشيم وهو المستشار في العلاقات الأسرية. دكتور خشيم، دكتور زهير، حياك الله ويانا اليوم. الله يحييك، شكرا لك. أسألك، شو تشجع؟ ألمانيا بالتأكيد. يعني 4-0. بالتأكيد. طيب دكتور، لما نسألك بشكل عام كيف تتخطى أو كيف تتكيف المرأة مع كل الظروف المواجهة لها؟ بالتضحية. عشان تربي كويس لازم إيش؟ تشتغل كويس عشان تنظر للنتيجة. أبغاك تفهم الشغلة هذه، والمشاهدين معانا يفهمون الحكاية هذه. إحنا إيش نبغى في الأول والأخير؟ نبغى النتيجة. أنا لازم عشان أنجح لازم أدرس ولازم أضحي. هنا التضحية بتساعدني كثير، وإذا حددت النتيجة حقتي إيش اللي أبغى، أنا حعرف فين أضحي، حعرف فين أوظف. أنا أبغى الناس تحبني، فلازم إيش؟ أتعامل معهم بكويس، لازم أضحي، لازم أستثمر عشان أوصل للنتيجة. طيب الدكتور، شنو هي أبرز اللي نقدر نقول عنها العوامل المساعدة للمرأة وللأسرة بشكل عام علشان تتخطى كل الصعوبات؟ جميل، سؤال حلو كثير، اللي هو الرغبة. إحنا ليش هنا اليوم؟ الرغبة. كل ما كانت الرغبة قوية كل ما كانت النتائج أحسن. الرغبة في النجاح حذاكر أكثر حثابر، الرغبة في إثبات الذات كمان، هشتغل حدرس. إذن الرغبة عشان أكون أسرة، الرغبة عشان أحافظ على أسرتي. فلازم أضحي. حلو، قوة الرغبة. كل ما كانت الرغبة قوية كل ما كانت الأمور بتسهل. في عندي هدف معين أنا بشتغل عليه. طيب دكتور، يمكن انا امس كنت اتكلم انا وزميلي اللي شاركني في الاعداد الزميل عبد الرحمن القضيبي اللي اكيد اوجه له تحيه، قاعدين نتكلم انه المونديال صارت المراه تحت عنوان او تنطوي تحت عباره مجبر اخاك لا بطل، ان انا اشوف المباريات علشان انا اقدر اتاقلم مع الوضع. هل انت تعتقد انه الموضوع هذا ياتي بصحه، او انه الموضوع انه يجي انه مجبره فعلا ان هي تشوف الموضوع؟ المراه الذكيه اذا نظرت للمونديال انه هذه فرصه انها تقربني الى زوجي، في حاجه مشتركه بيني وبينه، انا لازم أفهم هو بيفكر إزاي. هذه المرأة الذكية، أفهم هو بيذكر في البرنامج هذا بيعجبه، والبرنامج والكورة كلها يعني يمكن 90 دقيقة، فليش أنا ما أهيئ له الجو المناسب وأعمل له الأكل وأعمل له كيكة وأحط له عصير وأشجع معه وأعرف الجدول إيش هو، وأتحمس وتلبس التيشيرت؟ ليش ما أخليها حاجة مشتركة تقربنا لبعض أكثر؟ هذه الفرصة، فرصة تجديد الحياة الزوجية من جديد. إذا حسوا أنه في حياتهم الزوجية فيها ملل، هذه فرصة لازم تكتسبها المرأة. كيف أقرب إلى زوجي؟ ليه أنا أدفع وأقول له أف أف طول الوقت أنت عاط على كورة؟ أخليه يخرج برا، يروح في النوادي، يروح هنا الله يعلم إيش حيصير له. أخليه عندي في البيت وهيئ له الجو المناسب، وألبس له التيشيرت زي ما تفضلتي، وأعمل له عصير وأعمل له كيكة وأتابع معه. أنا هنا كسبته، شوفي بعد كده إيش حيعطيني. وأتابع معها بكرة المباراة الفلانية لازم نحضرها سوا. طيب هيتقربوا البعض. طيب في بعض في حاجة مشتركة، عارفوا هم ماشيين في السيارة بيتكلموا فيها، أحسن ما كل واحد فيهم أوف أوف وماسك جوال، وهم قاعدين بيتغدوا، وهم قاعدين في البيت التحليل الفلاني، الهدف الفلاني، الفريق الفلاني، في حاجة مشتركة. المرأة الذكية اللي بتدور على حاجة مشتركة بينها وبين زوجها عشان تكسبوا. إذا ما بيضحكوا مع بعض وما بينكروا مع بعض، في مشكلة هنا حاصلة في بينهم. طيب طبعا احنا بنتكلم الحين مثلا في بعض النساء، أقول لك بعض عشان ما أحد يزعل مني. طيب. تجي ما تبغى تشوف المباراة، خلاص حطت براسها ما راح تشوف المباراة وما راح تشوف ومدري إيش. وبعدين أبغى أروح السوق، طيب زوجها مو فاضي يوديها السوق، هنا صار في موقف زي نقول حزازي. ما هو هذا عذر، وزي ما بيقول بتتعذر، أبغى أروح السوق، السوق ما يستنى. هل عندها مناسبة مهمة؟ هنا الفكرة. طيب مزوجها حيفكر بالطريقة هذه، إيش السوق اللي حبك دحين وقت المباراة؟ هل أنت عندك مناسبة؟ هل في حاجة ظرف طارئ؟ في ظرف طارئ، خلاص بيختلف الوضع. أو ليش ما نسقت هي وياه؟ أنت متى مباراتك تخلص؟ بعد كده توديني السوق؟ طيب أما قلت لك التضحية؟ أدت له جو جميل في البيت وشاف المباراة وانبسطوا وشجعوا الفريق حقه، هيها ممكن يجي دوري الآن توديني السوق؟ في تعاون، في حاجة مشتركة، أريحك تريحيني. طيب هي هنا هذا الزواج، هذا أساس الزواج. اثنين ليش تزوجوا؟ عشان الاثنين يريحوا بعض. هنا معنى كلمة تضحية. طيب أنا ما أبغى يعني ما أبغى يعني كل كلامك صح وكذا، لكن في بعض الرجال بعد يعني ما نلقي اللوم كله على النساء والحريم، إنه في بعض الرجال تحس إنه معند يعني كذا، يعني يبغى زي ما يغيرها زي ليش عند
من معاملتها. خلص صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك، وبعدين العامل الغلبان أباك. هي إذا عرفت مفاتيحه وإذا عرفت تشتغل معاه وإذا عرفت تريحه، صدقيني حيصير زي الخاتم في يدها، زي الطفل زي ما بيقوله. الرجل اللي رباه امرأة، اللي رباه سواء رجال امرأة، ليش قال أربع مرات قدسها؟ المرأة الجنة تحت أقدام الأمهات. المرأة لها كيان كبير، كيان كبير. إذا لازم تتعلم ولازم نعلمها عشان تربي أطفال، تربي جيل جديد. إذا ما عنده أسس التعليم والتربية كيف حتربي لنا جيل جديد؟ صح. المرأة 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 هي إذا تعاملت معها بذكاء والله حتكسبه. طيب المرأة الزوجة، الآن نتكلم عن المرأة البنت مثلا. في يوم من الأيام يمكن نحن شفنا فترة اللي طافت اللي كانت فترة الامتحانات، هي تفرضا في وقت المباراة في عندها مسألة وتبغى تروح تتاكل مع صاحبتها. طيب أخوها قالها أنا مش فاضي، أبوها قالها أنا ما راح أوديكي، فيني تترجاهم وكذا ما رضوا. طيب في النهاية صار في موقف، راحت الامتحان ما عرفت تحل، في النهاية أنا راح أكره لأن هم ما ودوني لأنه هم قاعدين يتابعون المباراة، يعني المباراة هي أفضل مني أو شلون؟ حجاوبك جواب ما حجاوبك جواب ما حيعجب أكثر من الناس. هي بتروح ليش تروح تذاكر عند صاحبتها؟ هذا أول حاجة. أنا إيش أضمن لي إنه هم حيذاكروا ولا حيلعبوا؟ والله الله أعلم إيش حيسووا إذا كان عندهم نت ولا عندهم البلاك بيري ولا ليه هي ما حضرت نفسها من بدري؟ ليلة الاختبار ليلة مراجعة وليس ليلة مذاكرة. إذا كانت تبغي الأساس في مذاكرة عندنا فترة كبيرة أسبوعين ثلاثة، وإذا حبت في حاجة نقطة معينة ممكن تتصل بصاحبتها بالجوال أو مدرستها أو كذا، صاحبة تسألها عن السؤال بسيط، حيكون هو حاجة بسيطة ما هي فهمتها، بس ما حتشرح لها الدرس كله. هي فينها طول السنة؟ انتبهي. إيش حكاية المذاكرة هذه؟ أروح أذاكر عن صاحبتي هذه أنا ماني فاهمها، ما أفهمها أبدا هذه. ليلة الاختبار نراجع. طيب الضغط النفسي اللي دائما يترتب على بعض الضغوطات كيف تتخطاها البنت بشكل عام والمرأة؟ لازم ترتب عليها، لازم في حاجة اسمها ترتيب وتنظيم، تخطيط. أخطط أنت متى حتخلص شغلك؟ طيب ممكن إيش يعني نجدول كل حاجة، أما كده نسيب الأمور ماشية زي السفينة اللي ماشية إيش في البحر، الموجة اللي تطشها شمال ويمين. لازم تترتب، لازم في ترتيب. أنت متى ترجع متى تروح؟ طب أنا ممكن أروح السوق، اروح عند صاحبتي اعمل دين، اترتب دي يعني في يوم معين مثلا نروح نتقضى فيه، في يوم معين في السوق، في يوم نترتب. انت اليوم سهران في البيت عشان اسهر معك، انت خارج انا اسوي حاجه ثانيه ارتب نفسي. في حاجه اسمها ترتيب، هذا كله بالرغبه اذا كانت هي تبغى تحافظ على عشها الزوجيه وعلى بيتها على بيتها. الرغبه. اما هي انها بس حياه ونربي اولاد وخلاص ونشتغل، ما في متعه. طيب دكتور أنت من بداية سؤال أنا لما سألتك وجبنا المحور الأول قلت لي التضحية. نعم. التضحية مهمة. نعم. سواء اللي سير الحياة بشكل هام. نعم. وشكل مرتب. نعم. وشكل. نعم. إلى أي مدى تكون التضحية؟ أنا إلى متى بقعد أضحي وأضحي وأضحي بينما الطرف الثاني اللي معي ما قاعد يضحي؟ سؤال ولا قاعد. جيد، سؤال جيد. شوف هي لما اختارت الزوج هذا طبعا شافته، هل هو يستاهل ولا ما يستاهل؟ هنا السؤال. أضحي يعني زي ما نقول أنا ببني وبأسس في حاجة تستاهل، في محل يستاهل. أما حضحي مع واحد ما يستاهل؟ لا. طيب الحياة أخذ وعطى، أنا بضحي أريحه عشان هو يريحني، يعني أنا بأستثمر. طيب هنا أنا بحط في وقتي في المذاكرة عشان أنجح، لعارف نفسي لو ما ذكرت ما حنجح. نفس الفكرة. دكتور أنا عارف الكلام معاك مرة ممتع وجدا شيق ودائما تقول لنا نصايح مرة مهمة، لكن وقتنا ضيق، نتمنى يا رب في الأيام القادمة نقدر نكون عندنا الوقت أطول. الدكتور زهير خشيم وأنت المستشار في العلاقات الأسرية، شكرا جزيلا لك. شكرا. ورحلة موفقة أكيد نتمناها لك وللعائلة الكريمة. شكرا. ودربك خضر وإن شاء الله ألمانيا تأخذ الكاس. آمين يا رب. شكرا جزيلا. شكرا. أكيد أيضا الشكر موصول مشاهدينا لدار جولي فاشن للأزياء المصممة السعودية نجلاء البلم، وأيضا الشكر موصول لطاقم البرنامج اللي معي يوسف السلمان المخرج كان معاكم. ونهايتي لهذا اليوم تقول حياتنا بمجملها هي عبارة عن لعبة، نحن نسدد ونحن ننفذ ونحن من نخطط، ولكن من الذي يسجل الأهداف هو الذي له هدف في الحياة، والذي ليس له هدف بالحياة هو مصيره في دكة الاحتياط. وإذا كنتم متجهين للشرق أو للغرب أو للشمال أو للجنوب انسوا كل شيء وتذكروا شيئا واحدا فقط، أني أنا ناهد الأحمد دائما أتمنى لكم أسعد الأوقات وأمتعها. والآن أنتقل إلى أستاذة هنا وأكيد أستاذة مجدولين البرغواي وهولندا إن شاء الله.